في خطوة مهمة جدا كانت ضمن القرارات اللي هي خاصة طبعا بتخفيض العاملين. مجلس الوزراء قال انه القرار بيشمل اجازة لذوي الاحتياجات الخاصة ضمن قرار تخفيض العاملين، والموظفات العاملات اللي طبعا عندها يعني ابناء وعندها اولاد ومحتاجة انها يعني توفر لهم الرعاية. دي النقطة اللي كنا بنتكلم فيها، هي بتوفر لهم الرعاية، هي بتقعد معهم في البيت، مش بتاخدهم وتتفسح وتخرج او تشتري منتجات ومستلزمات زيادة عن اللزوم زي ما شفنا الفترة دي، مش الفترة اللي فاتت، لحد امبارح المنظر ده شفناه في اماكن كتيرة، في سوبر ماركت مهمة. للأسف ممكن نطلق انه هناك جهل لبعض المثقفين، المفروض ان احنا مستنيين منهم وعي اكتر في سلوكياتهم وفي تصرفاتهم، بنلاقيهم اول ناس بيقدموا على الاخطاء دي.